اهلا بيكم من جديد. مبادره ابدا اللي اطلقتها الدوله المصريه لدعم المصانع والصناعات الحديثه، الدوله بالفعل ابتدت تجني ثمارها، وده اللي شفناه امبارح اثناء الاحتفال بعيد العمال وحوار سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من رؤساء مجالس اداره الشركات دي، واللي اكدوا ان دعم الدوله قدر يخلي الصناعات ترجع تاني وتقلل كمان الفجوه وكمان توفر فرص عمل كتير للشباب. اعتقد شفنا ده كلنا. ناحيه منا يمكن مبادره ابدا منذ اطلاقها، المبادره الوطنيه للصناعه في مصر، كان ليها شقين بتشتغل فيهم بالتوازي، هو الدعم وتوطين الصناعه، وشفنا امبارح يعني تقديم يد العون والدعم الكامل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء احتفالات عيد العمال لكل يعني اصحاب هذه المشروعات او المصانع المتوسطه او الكبيره زي ما يعني بتصنف. لكن كان الرئيس حريص، والقاسم المشترك في الخمس افتتاحات للمصانع اللي كان دايما بياكد عليه الرئيس في كلمته هو فكره ليكوا كل الدعم علشان نوصل باعلى نسبه مكون محلي في الصناعه الخاصه بحضراتكم. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من خلال الاستاذ محمد ابراهيم عبد الله، رئيس مجلس اداره مصنع سويتانا، ويمكن ده مصنع من المصانع اللي شاهدناها بالامس في الفيديو كونفرنس في الافتتاحات. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. صباح الخير يا باشمهندس، اهلا وسهلا بك. صباح الخير باشمهندس. عايزين بدايه نعرف منك ازاي مبادره ابدا اللي الدوله اطلقتها لمسانده الصناعات الحديثه وكمان المصانع المتوقفه، ازاي قدرت انها ترجع وتساعد وتدعم انها ترجع المصانع دي دلوقتي؟ والله يا صباح الخير الرئيس طبعا على افتتاح المصنع، ونشكر مبادره ابدا طبعا اللي هو وجه للست الرئيس بتاسيسها النهارده، اللي هي بتساعد المصانع كلها لو في حد عنده اي مشاكل بتحلها له او بتحاول تحلها له وتفهم حلها، ومن خلال مجموعه من الشباب على اعلى مستوى بصراحه، يعني مجموعه شباب خيره شباب مصر، تعليم عالي جدا وثقافه عاليه جدا، بيتدخلوا مع اي جهه بتعطل لنا اي مشاكل او ورق بتعطل لنا اي حاجه، بيتدخلوا معاهم بيحلوا لنا المشاكل اللي بتواجهنا طبعا، وعاملين كمان شغل كويس جدا في موضوع التحول الرقمي. برضه يحولوا الشركات انها تبقى كلها ماشيه بنظام سيستم، مفيش حاجه بتلغي اي حاجه ورقيا، تبقى كل شغال ديجيتال، تحول رقمي لكل المنظومه. طبعا في انواع كمان من الشراكه معاهم، كمان بتبقى فيه شراكه بنسب، طبعا الشراكات دي بتبقى مهمه جدا ان هي بتدعم لو في حد محتاج دعم هم بيدعموه ماديا او باي حاجه او جسديا او اي حاجه. الحمد لله يعني احنا تعاوننا معاهم، بس لسه مفيش نوع من الشراكه حاليا، بس هم الناس كفايه ان هم سبورت لينا في اي حاجه بيحلوها لنا. نعم. طيب باشمهندس، يعني في الحقيقه شركه سويتانا هي شركه للمواد الغذائيه وبالتحديد صناعه الحلوى والشوكولاته، ويمكن زي ما شفنا حضراتكم اهديتوا يعني 5000 قطعه شوكولاته سواء كان لاهالي الشهداء او لحياه كريمه تحديدا. عاوزين نعرف بقى ازاي عندكم الخطه دي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وعاوزين برضو فتح افاق للتصدير الخارجي عشان نقدر ان احنا ندخل عمله صعبه، ازاي بتساعدكم ابدا في ده؟ والله حاليا احنا السوق المحلي احنا فاتحين من بقالنا 6 شهور تقريبا، بقالنا انتاج 6 شهور، احنا فاتحين من سنه تقريبا، بس الانتاج الفعلي في السوق بقاله 6 شهور. حجم المبيعات بقى في الست شهور دي الايه؟ حجم المبيعات في الست شهور، يعني الحمد لله في تغطيه كويسه، و احنا بنحاول نغطي السوق طبعا بنسبه كبيره. احنا مش السوق كله حاليا، احنا القاهره واسكندريه وبعض المحافظات، احنا بنحاول نغطي بس اكبر المحافظات. طبعا بنحاول نغطي جميع انحاء مصر الفتره اللي جايه دي، خلال حجم القطر خلال 2 3 شهور نوصل ان احنا نغطي جميع انحاء مصر ان شاء الله. نعم. وبعديها احنا صدرنا برضه لدول زي السودان وفلسطين، لان الدول دي ما لهاش اشتراطات تقريبا كثيره في الورقيات، فالموضوع بيبقى سهل التصدير معاهم. طبعا احنا عشان نصدر محتاجين ناخد الوايت ليست. بس انتوا بداتوا بالفعل تصدير للدولتين دول؟ في الدرجه دي. نعم، عظيم جدا. مش يعني مش بارقام كبيره، لان حضرتك عارف بقول لك مفهوم حاطين خطه ان شاء الله بحلول 24 نكون وصلنا ل 5 مليون دولار باذن الله ان شاء الله. يا رب 15 مليون دولار كمان مش 5 بس ان شاء الله. والسنه 25 ان شاء الله نضاعف الارقام باذن الله، بس احنا محتاجين بس يعني الجهات الحكوميه تطلع لنا الاوراق، يعني
بيساعدنا جدا. اعتقد بعد كلام السيد الرئيس امبارح انتم مش محتاجين حاجه، يعني سياده الرئيس قال لكم كل الدعم ليكم واللي انتوا عاوزينه هينفذ. كل موظف في مصر قاعد على مكتبه يعني يسهل حاجه الناس ويطرع اسعارات الناس عشان مصر كلها تنهض. هو الموضوع هو بيقدم خدمه، والخدمه دي هتساعد مصر كلها. صحيح. يعني الموظف يبقى فاهم ومستوعب ان هو اي حد بيعطل له ورقه او بيتعنت في حاجه يعني لازم يفهم ايه المضمون بتاع الموضوع. يعني بص يعني مش عاوزين نكون متشائمين يا باشمهندس، مش عاوزين نكون متشائمين، احنا عاوزين نبدا وناخد الخطوه. واذا كان هناك يعني بعض العقبات او يعني العائق اللي واقف قدامكم، اعتقد انت هتلاقي يعني مش هقول لحضرتك هيتحل، اعتقد هتلاقي يعني الشباب في ابدا بيحلوه قبل ما توصل المشكله لحضرتك اصلا. ان شاء الله انا متفائل خير باذن الله، وكل المشاكل هتتحل باذن الله، لان إن شاء الله. في اراده، وطالما في اراده ان شاء الله قدرة. أكيد. أستاذ محمد، امبارح أعربت عن فخرك لسيادة الرئيس بأن العمالة اللي موجودة كلها مصرية، طبعا المنتج مصري، وأغلب الأجهزة أو أغلب المعدات اللي موجودة كمان صناعة مصرية. فكرة وجود المعدات بصناعة مصرية وأن اللي بيشغل هذه المعدات عمالة مصرية، المطلوب الفترة الجاية نقدر نعمل إيه علشان نزود كمان في المعدات اللي داخلة تكون صناعة مصرية، ونقدر نطور من أداء العمال المصريين؟ بصي، هي المنظومة الصناعية كلها منظومة واحدة، من أول تدريب العمالة لحد تصنيع المكن لحد تصنيع المنتجات النهائية لحد الزراعة اللي بتخش في الصناعة، فهي المنظومة كلها واحدة. احنا لو هنتكلم المنظومة كلها فهي الترس كله هيدور إن شاء الله. فبالنسبة للعمالة المصرية، احنا عندنا عمالة بدرجة عالية جدا من الكفاءة، وخصوصا كمان انا بنصح اي حد عايز يعمل مشروع صناعي او مستثمر يطلع على العاشر من رمضان، لان فيها كميه عماله مدربه وعماله كميه كبيره جدا، والمنطقه كلها، لان العاشر من رمضان كانت منطقه كلها صناعيه في الاساس، ففيها كميه كل الناس اللي فيها عمال وفنيين على اعلى مستوى ومتدربين كويس جدا. فاحنا ما عندناش اي مشكله في موضوع العماله، واي كميه عماله موجوده ومتوفره. فدي نصيحه لاي مستثمر عايز يعمل مشروع يطلع على العاشر من رمضان، هناك في الدولة بخصيص أراضي. طب أستاذ محمد، بس عايزة أقطعك في النقطة دي، ابتديتوا تعملوا أي اتفاقيات مع المدارس الفنية والمدارس الصناعية؟ لا، حضرتك لا عندك بالفعل عمالة مدربة، لكن عايزين نعمل جيل تاني وجيل تالت من العمالة المدربة على أرض الواقع، في خطتك تعمل حاجة زي كده؟ آه إن شاء الله طبعًا. إحنا بص، إحنا يعني إحنا ستارت يعني إنتاج 6 شهور، ده مش عمر كبير في في في, في مصنع. طب. فإحنا إن شاء الله عاملين خطة 5 سنين بإذن الله. وطبعا في المرحله القادمه هنعمل مدرسه للتعليم، وهندرب ناس معانا في المصانع، وان شاء الله مستهدفين مصنع، يعني ان شاء الله يعني ناخد ارض كبيره، مساحه كبيره، نعمل عليها مصنع ان شاء الله عملاق في نفس الشركات العالميه باذن الله، وحاطين خطه للتصدير كبيره. فبنقول يا رب يا مسهل الحال، وايدنا في ايد المبادره والدوله بتدعمنا، وان شاء الله نوصل باذن الله. كل التوفيق الأستاذ محمد إبراهيم عبد الله، رئيس إدارة مصرع سويتانا المكرم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح. شكرا جزيلا لوجودك معنا.